على شرف أهالي الأسرى والشهداء الفلسطينيين، وفي رسالة دعم وتكريم لهم، جاء هذا الإفطار الخيري في مدينة البيرة لمناسبة الشهر الفضيل، بتنظيم من مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب وهيئة العمل الخيرية الإماراتية، وبرعاية من الرئاسة الفلسطينية. تعتبر هذه الفعالية من النشاطات الهامة اللي بنفذها المركز في محاولة للتخفيف من معاناة هذه الشريحة وإسناد صمودها. إن تواجدكم اليوم لهو أكبر دليل على معنوياتكم العالية وعلى صمودكم وعلى صبركم في وجه الاحتلال. الرسالة الأولى أن هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية تهدف من خلف هذه الإفطارات الرمضانية التواصل أولاً والتكريم لأبناء الشعب الفلسطيني. تريد فقط إرسال رسالة واضحة أن الشعب الإماراتي هو مع الشعب الفلسطيني يكرمه، وهيئة الأعمال أيضاً تتكرم أن تكون بحضور هذه الفئات الطيبة التي ضحت وقدمت للشعب الفلسطيني. هذا الجمع شكل مناسبة لتسليط الضوء على شريحة مهمة في المجتمع المحلي، فيكاد لا يخلو بيت فلسطيني إلا وفيه إما أسير أو شهيد، وهو ما يعني ضرورة توفير الدعم المادي والنفسي لهم. كل المجتمع الفلسطيني معذب، فكل هذه البلاد مليئة بالمعذبين. هنا لا تجد على الإطلاق في فلسطين بيتاً ليس منه أو كان منه أسيراً أو شهيداً أو غير ما إلى ذلك. كل الشعب الفلسطيني معذب، ونحن يومياً نعيش هذه العذابات والتي ترونها بوضوح تماماً. أول شيء كيف بدي أحكي لك، إنه بيجمع الناس، بيساعدهم على نفسيتهم، بيشوفوا إنه في معهم حد يعني واقف معاهم، دعمهم نفسيا، يعني انه بس بنذكرهم انه احنا ما حدا نسيهم، انه احنا لسه معهم، ويعني هم بحسوا انه يعني المجتمع الفلسطيني لسه بيهتم فيهم. هذا اشي منيح لهم. يشار الى ان هذه الفعالية باتت تقليدا سنويا يحاول القائمون عليها التخفيف من معاناة اهالي الاسرى والشهداء، لا سيما في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة. من مدينة البيرة، فارس المالكي، تلفزيون وطن.